أما ابتسام تيسكات ودنيا بطمة فبعد هدنة رجعت أسماءهم في الواجهة من بعد محل تيسكات ضيفة في أحد البرامج الإذاعية. المذيع صرح أن دنيا لم تكن راضية بالمقارنة بينها وبين ابتسام تيسكات، فهل تصريح سيشعل شرارة الخلاف من جديد؟ حتى تحتينتي ودنيا بطمة يكفز تحتينتي ودنيا بطمة قال هو ابتسام تيسكات. فمن بعد هادشي اللي نقلوا مومو وحاتم في برنامجهم الإذاعي لابتسام تيسكات هكذا كانت ردة فعلها. وصلت تهديدات من بعد فهي لم تعلق أبدا على الموضوع، خصوصا بعدما ذكر أن دنيا لم تحب مقارنتها بابتسام أنها الأكثر جمالا، إلا أن جمهورها تكلف بذلك مهاجمين المذيعين أنهما يتعمدان في كل مرة ذكر اسم دنيا بطمة في حضور ابتسام تيسكات، وأيضا لما لدنيا من خلاف سابق مع مومو واللي كيحاول على ما يبدو استفزازها حسب تعبيرهم. وصلوا انا بير وقال لنا قالت له كذا علاش عزلنا علاش زعما يعزل بيني وبينها وكذا. جمهور النجمتين اعلنوا الحرب من جديد، فجمهور تيسكات هاجم دنيا معتبرين انها كتحارب نجمتهم في الخفاء، وجمهور دنيا رد ان فنانتهم لا تريد ان تقارن بتيسكات لما لهما من تاريخ مليء بالخلافات. جمهور كبير انتظر رد بطمة وإحنا تواصلنا معها لمعرفة الحقيقة، إلا أنها لم ترد. وكثر انتقدوا حاتم حيت قال داكشي أمام الملأ. تماماً.